محاصره سفاره الامارات الشقيقه بجانب الامن المركزي. ولكن على النحو الذي بدات تعسكر فيه الثوره ان صح التعبير، يعني هناك اتهامات صريحه من وزاره الداخليه اليمنيه لكم بانكم تحاولون التنفيذ يعني محاوله انقلاب عسكري ضد علي عبد الله صالح. اذا كنا نريد ان ننفذ انقلاب عسكري كنا سنهاجم الرئاسه. المهاجمه على منازلنا وعلى أطفالنا وعلى نساءنا وعلى أبنائنا في بيوتنا. وسمعت الجندي يقول إنه المسلحين موجودين. العالم بأسره يعلم إن الشعب اليمني شعب مسلح. وإذا كان يجهل الجندي إن الشعب اليمني شعب مسلح وفي اليمن أكثر من 50 مليون قطعة سلاح فهذا الشيء يعني غريب عنه. فاحنا يا اخي هجمنا الى منازلنا من منشات حكوميه ومن مدارس وضربنا بالكواتيش والصواريخ ومدافع الهاوزر والبوازيك الى منازلنا وافجعوا المدنيين العزل وقد نزح الكثير منهم من جراء القصف العشوائي وقد نادت وزاره الداخليه المواطنين أن ينزاحوا من صنعاء ومن مناطق الحصبة المجاورة إلى بيوتنا لكي تضرب المدينة بكل أنواع الأسلحة. من حقنا يا أخي أننا ندافع عن أبنائنا وعن بيوتنا. إحنا أتت الوساطة وكل العالم سمع، الوساطة أتت وفي الوقت الذي هي مرسلة من الأخ علي عبد الله صالح ضرب المنزل وضرب على الوساطة وتكون وأصيب فيها رئيس الجهاز الأمن السياسي وقتل عدة من المشايخ وجرح عدة من المشايخ في الوقت الذي هما مرسلين من رئيس هذه العصابة علي عبد الله صالح. احنا لسنا مع الحرب، لسنا مع الفساد، احنا مع السلم، احنا مع الثورة السلمية، ولكن أنت تعلم أنه الآن تتجمع عشرات الآلاف من القبائل. أنا الآن موجود في محافظة عمران وعندي عشرات الالاف من القبائل المسلحه التي تريد ان تدخل صنعاء وتزحف حتى دار الرئاسه وتخرج علي عبد الله صالح من كوس الراس. ولكننا لا زلنا نهدئ الناس ونصبر الناس، نقول ثورتنا واتجاهنا وتوجهنا هو ثوره سلميه. شكرا جزيلا لك شيخ حسين الاحمر رئيس مجلس التضامن الوطني من صنعاء، شكرا لك. وقد خرجت مظاهرة في مدينة تعز لمطالبة الرئيس صالح بإعلان قرار التنحي فورا. ورفع المتظاهرون شعارات تدعو صالح إلى الكف عن سفك المزيد من دماء اليمنيين وتؤكد على سلمية الثورة. إلى تطور